وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك بعض الناس دائما تسألني، هل الخلية المكذبة التي فيها أمهات مكذبة تجلب حبوب اللقاح والرحيق؟ رغم أنني قلت لهم النحل يبقى يعمل عادي إخواني، كما تشاهدون الآن هذه الخلية الضروء تابعوا، هذه النحلة تريد الدخول وفيها حبوب لقاح، انظروا تريد الدخول وفيها حبوب لقاح لأن الدخان إخواني ربما هو الذي أعاقها، لكن كما تشاهدون النحل يجلب في الرحيق. انظروا أيضا هاته، انظروا هاته أيضا تدخل في حبوب اللقاح، يعني الخلية تعمل عادي كالخلايا الأخرى لأن المرعى ضعيف في منطقتي، لكن الأمر عادي، النحل يدخل في حبوب اللقاح والرحيق. انظروا الأولى أدخلت حبوب اللقاح وهذه الثانية تريد إدخال الرحيق، انظروا انظروا يعني العمل عادي، يعمل النحل عادي، لكن الخلية هذه مكذبة، فيها أمهات مكذبة. انظروا إخواني النحل يدخل في حبوب الرحيق، انظر يعني الخلية تعمل كأنها خلية غير مكذبة فيها ملكة. هناك بعض الناس يقولون عندما تجد بأن النحل يجلب في حبوب اللقاح والرحيق يعني الملكة موجودة، الخلية غير مكذبة، وأنتم شاهدتم بعيونكم أيضا إخواني. انظروا أيضا هاته، انظروا لا تستطيع الدخول، يعني انظر أنا قمت بتغيير شيء إخواني، لذلك النحل تجده لا يستطيع الدخول. انظر أنا غيرت أمر آخر وهو أنني قمت بنزع هذا الغطاء، لأنني أضع دائما هذا الغطاء على الرياح مصيدة للرياح. انظروا الآن نحل يدخل عادي، انظروا سبحان الله، يعني النحل يقوم بتعليم المكان ويخرج، إذا قمت بتغيير المكان لا يستطيع الدخول. فلذلك كما شاهدتم إخواني النحل يدخل في حبوب اللقاح ويدخل في الرحيق، الأمر عادي كأنها خلية عادي تعمل عادي، ولكن هذه الخلية مكذبة، كانت بملكة والملكة تضع البيض، لكن الملكة التي كانت فيها قمت بإعطائها لشخص آخر لنحال، وأنا تركتها لكي أعمل بها لأنني أنا أقوم بإنتاج الملكات وإنتاج غذاء الملكي إلى غير ذلك، وقمت بنزع الغذاء الملكي، وكل مرة أنزع الغذاء الملكي، ومن بعد ذلك وجدت بأن هذه الخلية أصبحت مكذبة، لم تقم بإنتاج ملكة. فلذلك كما تشاهدون النحل يدخل في حبوب اللقاح ويدخل في الرحيق ويسرح عادي. الآن سأتفقد الخلية إن كانت مكذبة حقا أو لا، تابعوا معي. نبدأ على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، التدخين سأقوم بضم هذه الخلية إلى خلية أخرى، انظروا ما شاء الله يعني، لكن لا تأكل إخواني، العجينة كما هي، والله العجينة كما هي تقريبا كما وضعتها، والنحل هنا ما شاء الله هناك بعض الناس من بعد ذلك عندما يجدون بين الإطارات فارغة يقولون بأن الخلية ضعيفة، لا أنتم شاهدتم النحل الكثيف، صح؟ إطارات فارغة، يعني استهلكت جميع العسل وتعمل. سأقوم به نزع كل الإطارات هذه، هذه فيها عسل قليل،
هذه أيضا فيها عسل. خلي ذكر انتي أيضا. ضعيفة جدا. ملكة غير موجودة. ذكور النحل يجلي في حبوب اللقاح ويجلب اللحيق. هذه الخلية سأقوم بضمها يا إخواني إلى خلية أخرى. يعني ماشي الملكة فاسر خلية ضعيفة. المهم لا علينا كما شاهدتم، الخلية بدون ملكة. والنحل يجلب في حبوب اللقاح ويجلب الرحيق ويعمل عادي. فلهذا أقول لكم إخواني الكرام، من يقول لكم بأن الخلية التي تجلب في حبوب اللقاح والرحيق يعني الملكة موجودة فهذا مخطئ. أنتم شاهدتم بعيونكم إخواني خلية بدون ملكة، خلية مكذبة لم تبدأ تكذب، لكن الملكة غير موجودة. الملكة غير موجودة، والله غير موجودة إخواني. البيض الذكور موجود، الذكور حضنة الذكور، لكن حضنة الذكور يعني الحضنة غير موجودة. لم تبدأ الخلية مكذبة، لهذا سأقوم بضمها. المهم، من قال لكم بأن الخلية التي تجمع حبوب اللقاح والرحيق فهي خلية فيها ملكة ملقحة فهذا مخطئ إخواني. فالنحل عندما يكون فيه نحل سارح ونحل حاضن يعمل عادي، لكن عندما يكبر هذا النحل الحاضن الموجود داخل الخلية ويجد بأن النحل السارح تلك مات، فيخرج هو أيضا للسلوح عادي، يدخل حبوب اللقاح حتى ينتهي النحل داخل الخلية وتبقى الذكور فقط، وينعدم العمل داخل الخلية وتموت الخلية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.